خد يا بت جوه، يلا يا بت جوه، اقعدي بقى جوه، يلا اقعدي جوه. طبعا يا جماعه كلنا عارفين قبل الكلبه ما بتولد بكام يوم، كلنا عارفين احنا بنجهز لها المكان، بنشوف كده مكان نضيف، نحط شويه قش شويه تبني مكان، لو ما فيش قش ولا في تبني حته موكيتا حته حاجه بنسيبوها ونحط لها المكان، بالذات ان اليومين دول الجو فيه لسعه برد كده بالليل، فلازم انا نعمل احتياطاتي وحسابي ان انا البوكس اللي هي هتولد فيها لازم نداري كل حته فيها خروم، لان الجراوي لما بتنزل صغنونه لسه ممكن لا قدر الله يجرى لها حاجه تاخد برد جامد، فمش هينفع. لازم احنا نعمل حسابنا في الولاده، نخلي البوكسه بتاعتها مفيش اي حاجه، حتى الشباك الزغنون اللي احنا شايفينه ده هنضطر ان انا نداري. مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا دي ليلي، كلنا عارفين ليلي اللي كانت والده قبل كده، جايبه جروين، الجروين اتبقوا في المزرعه هناك. دلوقتي ليلي جايه من امبارح من المزرعه عشان هتولد هنا، هي حامل، هي خلاص داخله على ولاده وعلامات ولاده. طبعا جايبينها هنا تولد، ربنا يسهل الحال. كلنا عارفين ان هنا ابو نور بيجيب الكلاب اللي هي الحوامل تولد عندنا هنا، وربنا يسهل. دي لسه جايه بقالها يومين، لسه ملحقناش نعملوا اي حاجه، لسه يا دوبك المكان بتاعها هو القش ومكان الولاده، ولسه هنشوف بقى نظامها ايه، هي قدامها كام يوم بس. طبعا احنا بنسيبولها ايام في الاول وايام في الاخر زي ما ربنا يريد بيها في الولاده، بنسيبوها كده زي ما يكون اي يوم. المفروض يكون هي تولد يوم 21، لقيناها النهارده عماله تفرك في نفسها او تحك في الارض كده، وسيبناها براحتها خالص لما نشوف قدامها كام يوم. حبسناها، هي كانت على السطح مع الكلاب اللي انتم شايفينها ديت قاعدين معايا، لما انتم شايفين الكلاب اللي على السطح دخلتوها بقى اول ما كده، لا لا من سمحت وانا تحت بتجري وعماله تنادي وعماله تحك برجليها، لا لحقت نفسي ورحت داخله حطها في البوكسه، قلت ممكن يكون ولاده عايزه تولد، دخلتها البوكسه عماله تهبد من ساعتها وعماله عامله لي دوشه، طلعتها شويه زي ما انتم شايفين كده. ليلي ليلي بس عيب. طبعا ليلي والده معانا قبل كده يا جماعه مره واحده، اللي كانت هي كانت والده هي وشقاوه مع بعض، شقاوه لسه ما ربنا ما كرمهاش، انما ليلي ربنا كرمها. ايه يا ليلي؟ ايه 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 رن؟ مالك مالك يا رن؟ عامله دوشه ليه؟ انت عامله دوشه ليه يا ليلي؟ خشي جوه، يلا مكانك، يلا جوه مكانك، مكانك يلا جوه، يلا مكانك. خد يا بت جوه، يلا يا بت جوه، اقعدي بقى جوه، يلا اقعدي جوه. طبعا يا جماعه كلنا عارفين قبل الكلبه ما بتولد بكام يوم، كلنا عارفين احنا بنجهز لها المكان، بنشوف كده مكان نضيف، نحط شويه قش شويه تبني مكان، لو ما فيش قش ولا في تبني حته موكيتا حته حاجه بنسيبوها ونحط لها المكان، بالذات ان اليومين دول الجو فيه لسعه برد كده بالليل، فلازم انا نعمل احتياطاتي وحسابي ان انا البوكسه اللي هي هتولد فيها لازم نداري كل حته فيها خروم، لان الجراوي لما بتنزل صغنونه لسه ممكن لا قدر الله يجرى لها حاجه تاخد برد جامد، فمش هينفع. لازم احنا نعمل حسابنا في الولاده، نخلي البوكسه بتاعتها مفيش اي حاجه، حتى الشباك الزغنون اللي احنا شايفينه ده هنضطر ان انا نداريه، هنضطر ان انا هنداري الشباك الزغنون ده هنداريه. هو كان حلو في الصيف انما طبعا في الشتاء مش هينفع معاها خالص، مش هي لازم نعمل حسابنا ولازم نعمل احتياطاتنا في الولاده بالذات، لاني الحاجات دي يا جماعه احنا بنتعب تحت منها جامد، فاحنا بنسيبها على الله
زي ما ربنا بيريد بالكلبه، احنا بنسيبها بنربطها في مكانها ونسيبوها على الله. كل ما علينا ان احنا نطلع نبص على كلبتنا، ولدت ما ولدتش، لو ولدت مش عارفه تحضن عيالها، احنا من ساعتها بنمسك الجراو ونحضنوها على حلامات صدر الكلبه ونردعوها. مره على مره الكلاب بتاخد وضعها، بتعرف مكانها فين، بتعرف هي هترضع ازاي. في كلاب غشيمه بتنزل ما هيش عارفه ترضع، في كلاب بتبقى مثلا قاعده ولدت خلاص سابت الجراو على جنب وهي عايزه تنام وتاكل وخلاص، فدي بتبقى كلبه كالحه جدا، كلبه خساره فيها الاكل والشرب. انما لما تبقى كلبتك خايفه على عيالها ومحضنه على عيالها ومش محتاج ان انت تطلع لها خالص، مش محتاج ان انت تقدر تعمل اي حاجه، لازم تسيب كلبتك تاخد راحتها خالص مع الجراوي. لقيت كلبتك كويسه مع الجراوي محضنه عيالها، يبقى خلاص ما تسيبها، سيبها زي ما تيجي. المهم ان انت ما تسيبهاش رامي عيالها في كل حته عيل، فما ينفعش، لازم لما طلعت لقيتها محضنه عيالها ونايمه فوق عيالها مدفياهم، دي تبقى كلبه بسم الله ما شاء الله ما فيش زيها. فاحنا دي احنا بنسموها عندنا كلبه جدعه وكلبه شاطره، كلبه بتخاف على عيالها، ممنوع حد يخش على عيالها الا لما تبقى في ثقه بينك وبين كلبتك، خلاص بتسيبك تمسك عيالها، بتنقل العيال في مكان تاني. انما لو مش عارفاك مش هتسيبك تخش عند عيالها نهائي خالص، لو عملت ما في البدع ما مش مستحيل كلبه هتسيبك. ليلي ما شاء الله حلوه في عيالها، بتحضر عيالها بسم الله ما شاء الله عليها، انا مجرباها مره عندنا هنا ودي تاني مره للولاد، لسه بقى هنشوف المره دي ايه النظام ونشوف الولاده هتعمل ايه. طب انت عايز تطلعي بره صح؟ عايز تطلعي تلعبي بره معاهم، بس مش هنطلعك معاهم، انت كده عدتلهم يعني ورا الباب كده صح؟ مش هنطلعك معاهم خلاص. طبعا دول الكلاب يا جماعه اللي هم هيطلعوا الاسبوع ده، الكلاب دي خلاص كده كفايه عليهم كده. زي ما احنا شايفين كده كده عليها زيت عربيات لسه ما استحموش من عليها. تعال اقعد يا ليل، اقعد اقعدي يا لين اقعدي. ليلي اقعدي، الكلبة دي واضح ان بطنها مفيهاش جراوي يعني، نايمة عليها خالص، نايمة عليها. طبعا يا جماعه اهم حاجه نهتم بكلبتنا بالذات لما تكون حامل داخل على اولادها، لازم ناخد بالنا من كلابنا، لازم ناخد بالنا دي ميعادها هتولد امتى، دي نظامها ايه، لازم مش كل حاجه سهله ان احنا نسيب الكلبه تولد زي ما بتولد، لا في كل حاجه لها ميعاد. ولما بنعرف قبل ميعادها بيومين ثلاثه بنعمل لها المكان اللي هو اللي هتولد فيه ونحبسها، عماله تخبط ترزع، سيبها هتسيبها ترزع، اهم حاجه مصلحه الكلبه والمكان اللي هي هتولد فيها، المكان اللي هو فيه دفى، هنحط لها شويه الميه بتاعها، طبق الاكل بتاعها هنحطه لها، وهنظبطه كلبتنا ونسيبوها على الله ونقول يا رب زي ما ربنا يرزق باللي فيه، زي ما ربنا يكرمنا ان شاء الله خير، ربنا ما بيعملش حاجه وحشه، دايما خير يا رب كده لكل الناس، كل الناس اللي مربيه وكل الناس اللي بتتعب تحت كلابها فعلا، ربنا يرزقهم منها، ربنا يديهم يا رب. تحياتي لكل الناس الجميله، الناس المشتركه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعى تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان كل يوم يظهر جديد في جديد.